ايه، شكون تعتبروا بلال اليوم مسؤول عن المشاكل اللي قاعد يعيش فيهم الكليوب اليوم؟ والله شو نقول لك، برشا حمل المسؤولية مثلا سليم الرياحي، تعتبر هو السبب الرئيسي؟ أنا سليم الرياحي خدمت معاه صحيح، صحيح دفع برشا فلوس للنادي الافريقي، ما ما معناها ما يشك حتى واحد، مي ناقص برشا اكسبيريونس معناها في في, في في التعامل، في التعامل مع برشا جوارات، معناتها بار اكزومبل كان ينجم برشا الدوسيات اللي محلولين توا كان قبل يسكرهم بشوية فلوس، مش برشا فلوس نجم اوكي، معناتها مثلا اي جوار بار اكزومبل، نعطيك جوار اوكي ما تفهمتش معاه، انت مصحح له برشا كونترا، نجم تفهم معاه تعطيه شهر شهرين ثلاثة اربعة ثلاثة ويمشي على روحه، مش يشكي يربع الكونترات. هو تحس يتعامل بتاع عالي برا اشكي هكا، هذه كمان المشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة اللي معناتها خليت برشا فلوس توا، معناتها اللي قاعدين يخلصوا فيها، معناتها سوى المسؤولين هذا سوى العباد مساكن هكا، شوف اللي خلصين 5 مليارات توا وصلوا. كنت تحكي لي قبليك على واحد اثر فيك برشا، هاي هذاك اللي ما يراش الدواء نتاع عينيه، ولا جيكم ظهر لي لونترينمون، جينا لونترينمون هذاك ما ننساهاش حياتي كامله، معناها ما نندمش على صحيح تو ماشي في بالهم برشا عباد في تونس اللي بلال عيفة لاباس عليه، وعنده ما عندي شيء، انا بخلاف دارنا اللي نسكن فيها ما عندي شيء، الحمد لله يا ربي، معناتها 12 عام في الكليوب ما صورت شيء، ما يصدقوش العباد باش يقول لك صورت، كل عام نسامح انا في الفلوس، كل عام نسامح، الله غالب هذيك هي، معناها قلت لك واحد الله غالب نحس فما غصه بليل، تحكي بتاثر كبير بيان سور، معناتها انا قلت لك واحد ضحى برشا مع جمعيته وسامح برشا، اما حاجه تغيظ معناها كيما قلت لك يجي واحد براني ولا وهو ياخذ فلوس والناس تبدا فلان وفلان وملا معلم وشكون يهز القضيه ولا سبينها وبلا العفه ديما معناتها.